ترشحه. الآن مشاهدينا بالعودة إلى الملف اليمني، ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بك نبيل، أود أن أسألك عن هذه الجولة التي سيقوم يعني ستجرى في جنيف، ويذهب وفداء الحكومة والوفد الحوثي هناك. هل هناك توقعات بأن ستكون هذه الجولة جولة حاسمة؟ رويدة، الوفدان الحكومة اليمنية وحكومة صنعاء جماعة أنصار الله الحوثيين اتجه إلى جنيف في سويسرا لعقد مباحثات جديدة بخصوص ملف الأسرى والمعتقلين، والبالغ تعدادهم نحو 2223. هناك الكثير من المتفائلين في اليمن بأن ينجح هذا الملف الذي فشل كثيرا خلال المرات السابقة، وهو من أعقد الملفات الإنسانية. هذا التفاؤل جاء بعد فتح ميناء الحديدة أمام السفن التجارية والتي تصل إلى مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. المباحثات ستبدأ غدا السبت في جنيف بين الوفدين، وهناك تفاؤل يمني كبير على الرغم من أن هناك بعض الاشتباكات المتقطعة التي تحدث بين الحين والآخر في جبهات القتال، ولكن هناك تفاؤل بأن يتم حلحلة ملف الأسرى والمعتقلين، فضلا عن أن يتم بعده كذلك حلحلة ملف رواتب الموظفين الذين ينتظرون بفارغ الصبر أن يتم حلحلة هذا الملف مع قدوم شهر رمضان المبارك وحاجة الناس للمصاريف في ظل الركود الاقتصادي والوضع الإنساني المتفاقم في اليمن. إذا رويدة، هناك تفاؤل كبير، والمفاوضات ستبدأ غدا وتستمر لمدة أسبوعين في جنيف، والكثير يتمنى والكثير يتفاءل أن يتم إطلاق سراح المعتقلين مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه دائما هناك من يقوم بأعمال خيرية، وهذا قد يصادف مع الشهر الكريم أن يكون هناك نوع من حسن النوايا بين الطرفين لإطلاق سراح ما يقارب 2500 معتقل وأسير من الطرفين. شكرا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء.